قال عن خالد بن عمير العدوي رحمه الله قال هو من التابعين قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة. عتبة بن غزوان صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام. هذا التابعي يقول خطبنا عتبة بن غزوان وكان على البصرة أي كان أميرا عليها. كم من الصحابة أناس لم يسمع الإنسان بهم في حياته كلها، سبحان الله العظيم. ولكم أقول يا أسفا على إعلام المسلمين أن يعرف بلاعب أو مطرب أو إنسان تافه ويشير إلى حياته ويلتقي به أو يحدث الناس عن حياته ولا يحدث الناس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس مصدر معلوماته والإعلام، سواء المرئي أو المسموع أو كذا، لا يسمع شيئا عن الصحابة، يسمع عن هؤلاء للأسف التافهين، فيعرف عنهم ما لا يعرفه عن الصحابة، سبحان الله. قال هذا كان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى في شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ ما شاء الله على بلاغة هذا الصحابي وفصاحته. حديث لم ينتهي سأكمله، لكن كلامه جزل بليغ جدا جدا رضي الله عنه. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. قال فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، رواه مسلم. طيب نشير إلى هذا الحديث. هذا الرجل كان أميرا على البصرة وكان زاهدا في الدنيا، يعني هو القائد، هو الأمير، هو الحاكم لمدينة البصرة في العراق التي لا تزال إلى الآن. الكوفة والبصرة انشئتا في عصر عمر رضي الله عنه، أما البصرة فقد بقيت كبيرة مشهورة إلى اليوم، أما الكوفة فقد محلت الآن قرية صغيرة قد لا يعرفها أحد، وهذا عبرة من عبر قدرة الله في الأشياء. مدن تكون عامرة ثم لا يعرفها أحد، وين هي كانت صايرة؟ ما حدا بيعرف. قنسرين كانت أشهر من مدينة، قنسرين الآن ضيعة قريبة من حلب حوالي 25 كيلومتر. نعم، كانت أشهر من حلب قبل 2000 عام، أشهر من حلب، الآن لا يعرفها أحد. ما أشهر من مدينتنا كلها الآن بضخم وعظم مدينتنا، صحيح هي قديمة وكذا وكذا، كانت تلك أشهر منها ما يعرفها أحد أبدا. قرب دمشق كانت هناك مدن الآن طبعا تبخرت، في العراق وهكذا في أمصار الله، يعني في بلاد الله كثير. عبرة، هذه عبرة، سبحان الله. هذا الإنسان كان زاهدا في الدنيا فعلم من رعيته الزهد بالقول والفعل. الرجل صادق، وقف يوما خطب في الناس في رعيته في البصرة قال إن الدنيا قد آذنت بصرم. آذنت بمعنى بدأت، والصرم هو الانقطاع والانتهاء، بمعنى قربت تخلص بالعام. فالحريص على الدنيا ستخلص ويخلص معها، يعني سيموت، فليحذر أن يكون مفرطا في جنب الله قبل أن يموت.
إن الدنيا قد آذنت بصرم. قال وولت حذاء، حذاء بمعنى سريعة الانقضاء، عبتمشي بسرعة 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 كالإنسان الذي يلبس حذاء جديدا ويسرع المشي. كنت مرة في مجلس وبعض الناس يقرأ هذا الحديث فقال وولت حذاء، إيه نعم، يعني ولت أنظرة صارت الدنيا أنظرة وولت ومشت الأنظرة صارت تمشي لحوالي. وأيضا كنت في مجلس بعض الناس يقرأ حديثا كذا، مهم سبحان الله لفظ لفظا حوله من لفظ يتعلق بالبشر إلى الحيوان وهكذا لله الأمر. كما في الأطباء من ينسى قطعة تجفيف رأسه في بطن المريض، كذلك في طلبة العلم الشرعي من لا يحسن قراءة جملتين من الحديث الشريف. في كل شيء هذا موجود في كل مناحي الحياة، وهي مصيبة بلاء هذا الحقيقة. ضعف العلم وهزاله مصيبة، هذه مصيبة كبرى. قال وولت حذاء أو حذاء يعني بالسكون بمعنى أسرعت، فيا أيها العاقل أسرع خلفها، بمعنى مو أسرع خلفها لجمع المال بل أسرع خلفها لتدرك ما فيها، يعني الوقت سريع. صلي أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصدقة حتى تلحق قبل أن تموت، هكذا معنى. قال ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، الكأس إذا بقي فيها شيء يسير. فنظر الإنسان وهو عطشان، إذا شربتها كلها ستنفذ بسرعة، فأشرب قليلا ثم أحتفظ بشيء يسير، أقول لسه عطش ما في مي جنبي بخبي يعني منه. فكأنه يقول ولم يبق منها إلا صبابة يحرص الإنسان عليها يتصابها صاحبها، فكأنه يقول لنا احرص على ما بقي من عمرك، ما بقي كما بقي في أسفل الكأس، كم هو يسير عمرك هكذا، في أي لحظة قد يأتيك الأجل، فأنت إذا مت ولم تعمل عملا صالحا قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها، يعني خلاص انتهى الموضوع. قال وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها وهي الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، إيش عندكم من الخير ابذلوه حتى تصلوا إلى الجنة بأحسن العمل. قال فإنه قد ذكر لنا، الآن يبين عن الجنة عن النار، ذكر لنا بمعنى أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحجر يلقى من شفير جهنم أي من أعلاها فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرة. الله أكبر، يبقى 70 عام يهوي الحجر والعياذ بالله لا يصل إلى قعر الجهنم، أعوذ بالله، فكم هي عميقة، أعوذ بالله. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أعوذ بالله. إذا الحجر يهوي 70 عاما لا يصل إلى قعرها وهؤلاء في الدرك الأسفل، أعوذ بالله من النفاق. قال والله لتملأن، أفعجبتم، يقول لهم النار كل هذا الحجم والسعة وبعد القعر ستملأ. طبعا كأنه يقول الناس يا لطيف، كأنه يقول والله كما نقول نحن، أعوذ بالله، يعني شو قد يدخلوا عليها ناس، أفعجبتم، أقول لهم رواد وسكان النار كثر جدا، شيء عظيم في نظركم عظيم، ليس عظيما، لأن من يفعل الخير قليل ومن يفعل الشر كثير، لذلك ستملأ، أعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من النار. ولقد ذكر لنا يقول أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، المصراع بمعنى حلقة الباب يعني المسك اللي بنقول له مسكة الباب، المصراع ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ما بين هذا الفردة الباب يعني بنقول له بالعامي المصراع يعني مسكة الباب من الطرف الأيمن والطرف الأيسر مسيرة 40 عاما بالعرض، وليأتين عليه على الباب يعني يوم وهو كظيظ من الزحام. 40 عاما على باب الجنة في عرض هذا الباب والناس كظيظون يعني على هذا العرض كله
وكثرة الناس التي ستدخل إلى الجنة تملأه، ويقول الأول للآخر كأنه طبعا لا يقول، كأنه يقول أفسح لي لأدخل، أريد أن أدخل، وهو كظيف من الزحام. سبحان الله، كأنه يقول إن عذاب الله لشديد وإن رحمته لواسعة، حتى لا يقنط القانط وحتى لا يترخص المترخص. ثم يقول، يشير بعد أن أخبرهم أن الدنيا ستفنى وأن الآخرة ستبقى، يحدثهم الباب يتكلم عن خشونة العيش، كأنه يقول لهم الآن أنا أمير وصرت يعني مديرا لشؤونكم، هل تعرفون كيف عشت؟ لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، غدانا عشان أفطورنا أوراق الشجر. من يستطيع الآن أن يأكل أوراق الشجر؟ تخيل الآن شجرة تأخذ ورقها تمسحه ثم تأكلون، تخيل. سبعة من الصحابة من السابقين إلى الإسلام يأكلون أوراق الشجر. الله أكبر، الله أكبر. بالأمس قلت لكم نحن مر علينا بلاء ومر على المسلمين بلاء ولا يزال يمر بلاء، وبعض الناس بلاؤهم أشد من غيرهم، ونسأل الله العافية من البلاء، لا يتمنى إنسان بلاء بالمطلق، ولكن إن قدر عليه الأمر سبحان الله. فيحدثنا صبروا أكلوا ورق الشجر، قال حتى قرحت أشداقنا، الأشداق هي داخل الفم، قرحت بمعنى صارت تجرح، ورق شجر لو مسح لو نظف له حد له طرف حاد سيجرح الفم لما يكلم ما ينبض ده يجرح تم طول الوقت، حتى قرحت أشداقنا. واحد يأكل لقمة، تخيل الآن تأكل اللقمة فتجرح لك فمك، فضلا عن أنها ذات طعم مر، فضلا عن أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن ليس هناك شيء آخر. تخيل، قال فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. سعد بن مالك رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك، نعم، ولم يكن مسلما، لم يدخل في الإسلام لأنه مات قبل الإسلام أبوه. قال فالتقطت بردة فشققتها، البردة هي الثوب، نعم، وقد تكون ذات قسمين وقد تكون ذات قسم واحد. قص هذه البردة، أخذها يعني إما وجدها عند إنسان أو كذا أخذها، قسمها قسمين، قال فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. اتزرت من الإزار، قلت لكم مرة الثياب عند العرب كانت رداء وإزارا، الرداء بالأعلى يعني بنقول له جاكيت مثلا، هذا رداء، الإزار اللي بنسميه من السرة إلى أسفل الركبة يعني قريب مثلا من البنطلون، لكن ليس بنطلون لما كان ضيقا، كان يلف لفا. وأشرت لكم مرة قلت أقرب ما يكون من اللباس العربي الإسلامي الذي كان في العصر النبوي ملابس إخوتنا باليمن الآن، انظروا لملابس اليمن الآن هذه قريبة، نعم، ما عندهم ما يلبسون مو بس ما يأكلون. وجد بردة قسمها، قصها، ستر عورته من السرة إلى الركبة، وسعد بن أبي وقاص ستر عورته من السرة إلى الركبة، وقف الله المؤمنين القتال، قال صدره مكشوف وظهره مكشوف ومن ركبته لتحت مكشوف، وين؟ ستر العورة، لكن وين؟ أيضا دلني على من في عصرنا وصل إلى مثل هذا، من هؤلاء؟ سادة البشر، هذول هذول تاج رؤوسنا إلى يوم القيامة، هؤلاء تاج رؤوس المسلمين والعقلاء إلى يوم القيامة، هكذا عاشوا. ثم يشكو صغيرنا وكبيرنا نعم الله في الليل والنهار، في الليل والنهار عم بشكي، سبحان الله. الآن ماذا جرى؟ يقول لهم فما أصبح منا أحد إلا أصبح اليوم أميرا على مصر من الأمصار، نحن السبعة اللي ما كنا نلاقي ناكل صرنا أمراء وحكام للبلاد. كأنه يقول لهم ما بين طرفة عين وانتباهتها يقلب الله من حال إلى حال، لا تجزعن لا تيأسن، رحمة الله أوسع، لكن الإنسان لجوج
كثير الشكات. سبحان الله، يقول لهم الآن أنا صرت أميرا، ماذا بقي فوق الإمارة؟ حاكم. لكن كما قلت في البداية، هو من أكثر الناس زهدا، لم يجمع مالا، لم يسكن في قصور كذا. ثم ختم كلامه بجملة رائعة بديعة من أجمل ما يقول، قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. بالعام لا بأس أن أشرح قليلا، كما قلت كلامه بليغ جزل قيم. بالعام يعني محسب حاله شيء وهو لا شيء. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، أنا أظن أنني ذو مكانة وذو مقام وذو منزلة، والناس تنظر إلي باحترام، وأنا زعيم وأنا قوي وأنا بطل وأنا فهيم، وعند الله أعوذ بالله أن أكون صغيرا. لذلك ورد في حديث صحيح آخر: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كبوم شيل، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الصحابي يقول: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. لذلك تواضع. دائما يأتيك الشيطان يقول لك: أنت ما في مثلك، أنت رجال طيب. يأتينا نحن طلبة العلم: أنتم عم تدرسوا على الناس، أنتم ما في مثلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا عبد ضعيف، قد أكون مقصرا أكثر من غيري. دائما معالجة النفس وإهانتها، أنا أهين نفسي وأنت تهين نفسك، بينك وبين نفسك. اتق الله يا نفس، اتق الله، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا خطاء، أنا كثير الذنوب، أنا أستغفر الله، أنا ما عندي عمل صالح. هكذا يخاطب الإنسان نفسه، هذه تربية النفس، قد أفلح من زكاها. وهكذا الصحابي يعلمنا: لا تكن معجبا بنفسك في كل شيء. والله أنا زكي. أذكر بعض الإخوة مرة قال لي: أنا زكي. شخص آخر قال لي: والله أنا الحمد لله كل يوم بفي على التهجد. ليش عم تقول لي عم في التهجد؟ تمن علي أم على الله تعالى والعياذ بالله؟ لماذا تخبرني؟ ما الفائدة أن أعرف أنك تقوم للتهجد؟ فائدة يعني؟ سبحان الله. قد يكون رجل قالها بحسن نية، لكن لا ينبغي مثل هذا، لا تخبر أحدا. الذي تعمل له يعلم، الذي تعمل له يعلم ذلك، كفى بعلمه سبحانه وتعالى. اللهم جعلنا راضين بما قدرت لنا، شاكرين لما أنعمت علينا، مقربين عندك، عندك من كبار الفضل والصلاح والإيمان، والحمد لله رب العالمين.